ان في حرب على مصر اردنا ام لم نرد، شفناها او ما شفناهاش، بنستنبطها من الاحداث او لا. الحرب شغالة على مصر بطريقة تانية في اعتقادي، ممكن اكون غلطانة، ولكن اللي انا شايفاه مثلا وممكن يكون ناس كتير شايفاه، ان الاحداث اللي حصلت و7 اكتوبر ده كان مترتب له، مترتب له عشان استخدام القضية الفلسطينية. ده كارت بيتلعب بيه، وهو ولا في قضية ولا عايزين يحلوا حاجة. من الواضح ان هي اشعال المنطقة عشان يجبروا مصر ان هي تاخد وتفتح سيناء، وبالتالي لو الشعب في غزة دخل سيناء ودخل معاه الإخوان وحماس وبقت منطقة زي ما هي اتباعت قبل كده. فهل الفكرة اللي انا بفكر فيه صح او غلط؟ بس الحرب على مصر كبيرة، الحرب على مصر من جميع الدول اللي حواليها، وساعة الموقف لما بيحصل بتعرف مين عدوك ومين معاك ومين مش معاك، ومين يتمنى لك الخير ومين اللي بيسعى لتدميرك. النهاردة يقفلوا قناة السويس، النهاردة يلعبوا بالدولار والغلا، السياحة تتضرب، الديون على مصر بقت أرقام بشعة، الشعب خلاص مش طايق نفسه، الدولار بقى يعني 70 جنيه وطالع، والناس كلها عمالة تقول ده ممكن يوصل ل 100 جنيه، الشعب يعني هيضطر يسرق، هيضطر يمشي غلط، هيضطر يثور على الحكومة وعلى الرئيس، ومن هنا تبدأ الحرب الأهلية وتبدأ الحركة داخل مصر. وخصوصا شايفين الإعلام ذو الوجهين بيحاولوا يسيروا الشعب ويقوموهم على الحكومة والرئاسة، مش كل حاجة صح بتحصل، يعني أنا مأيداكم، مش كل حاجة بتحصل صح في مصر، وقرارات ممكن تكون مش صح وفي فساد، لكن في النهاية الفساد موجود، وساعات الواحد بيتغاضى شوية بس عشان البلد تمشي. لكن النهاردة البلد كلها والشعب كله لازم يعي ان احنا نشكر ربنا ان احنا عندنا رئاسة، والرئيس بتاعنا فعلا في منتهى الحكمة، وكان ممكن ينجر بسهولة جدا في حرب مع اسرائيل، وخصوصا يعني حقيقي they push him very hard ان هم يدخلوا شعب غزة لمصر، ويا اما حرب يا اما حرب مع اسرائيل. طب مين المستفيد؟ لا القضية الفلسطينية استفادت، ولا مصر مستفيدة، ولا اسرائيل مستفيدة. المستفيد حد بره خالص بيحاول يصير المنطقة كلها. هل اللي بيحصل في مصر النهاردة مش مترتب له؟ لا، مترتب له. اللي دخل الحوثيين في حروب، ودخلت إيران وحزب الله وحماس، 7 أكتوبر كان مترتب لها للقضاء على مصر مرة تانية. محاولات أمريكا، محاولات الخارج، محاولات الدول اللي حوالينا إن هم يقضوا على مصر بيخططوا، ولكن فعلا ربنا بيفشل مشورتهم بجد، لأن الواحد النهاردة يجي يقعد يشوف اللي بيحصل في مصر، لا يعني ده في يد خفية فعلا، ولكن يد الله فوق الكل، ومصر وشعبها مع الرئيس واقفة معاه. وحقيقي الشعب بيبان في الوقت ده، والشعب شايف مين اللي حوالينا راضي عن اللي بيحصل، ومين اللي حوالينا ممكن يساعد. طبعا صعب قوي ان انت تشوف اي حد بيساعد، محدش عايز ياخد الشعب الفلسطيني، ودي بوشت ان هم يدخلوهم على مصر على سيناء. هل ده الحل؟ هل القضية الفلسطينية هتتحل بالطريقة دي؟ عملت ايه حماس لشعبها؟ شعبها اللي مرمي على الحدود، ولا اكل ولا شرب ولا علاج، والدنيا برد،
دول الناس دول هم المفروض يتعاقبوا حقيقي لان هم سبب الدمار وسبب عفوا سبب كل اللي بيحصل النهارده في هذه المنطقه. يا ريت ناخد بالنا، يا ريت نعرف مين اللي معانا ومين اللي علينا ونقف جنب الحكومه والرياسه. مصر بتمر بظرف فعلا صعب جدا، ولكن مش هيتحل الا بوجود شعب ذكي يفهم ويقدر الظروف اللي احنا بنمر بيها. لازم نقف فيها مع بعض ونحترم قرارات الرئيس وندعي له ان فعلا ربنا يديله الحكمه ويبعد اي شر وشبه شر عن مصر. مصر بالذات مستهدفه من زمان وعايزين يكسروها، ولكن هيهات حقيقي مصر فوق الكل، وحقيقي تحيا مصر، لان مصر هتفضل هي المركز الجميل اللي شايل الشرق الاوسط كله وعنده ضمير وامان وسلام وبيستضيف الناس بحب، ما بيقولش عليهم لاجئين ولكن بيفتح بابه وقلبه لجميع الناس. احنا معاك يا ست الرئيس، وحقيقي مقدرين كل الظروف اللي بتمر بيها، وان شاء الله هتمر وتعدي وربنا هيبتر مشغولاتهم، وان شاء الله كل خير لمصر الحبيبه.